السلام عليكم طلاب الصف الأول المتوسط. درسنا لهذا اليوم حل المتبايت بعدة خطوات، أمثلة إضافية من الكتاب. لاحظ هنا استخدام الأقواس، أيضا الأقواس مع الجذور، هذه الفكرة الثانية. تغيير علامات التباين حتى الطالب يطلع على كل القواعد. نبدأ بالمثال رقم 3. لاحظ في حالة الأقواس، الخطوة الأولى حصل عندنا فتح الأقواس، الحل SOL، فتح القوس عن طريق الخاصية التوزيعية بهذا الشكل. العدد اللي هو سالب 5 ينضرب في الواي بهذا الترتيب، وسالب 5 ينضرب في سالب بهذا الشكل. صار عندنا سالب 5 في واي، سالب 5 واي. السالب في السالب موجب. 5 في 7 35. لاحظ أكبر ويساوي 40 42. إذن الخطوة الأولى في هذه العملية الرياضية هي فتح الأقواس. الخطوة اللي بعدها إضافة النظير الجمعي للعدد موجب 35. راح استردنا سالب 5 واي زائدا 30 35 زائدا النظير الجمعي، خليه داخل قوس، أكبر ويساوي 40 42 زائدا النظير الجمعي. الخطوات بالأسماء سالب 30 35 30 35. اسم هذه الخطوة إضافة النظير الجمعي للعدد، إضافة النظير الجمعي للعدد، والنظير الجمعي للعدد هو العدد نفسه بعكس الإشارة. عندنا حصل حذف بهذا المكان بهذا الترتيب. لاحظ بهذا الشكل أحصل من سالب 5 واي. هنا عملية حذف. الجزء الثاني عملية تبسيط أو عملية جمع. طيب أيها أكبر ويساوي حاصل جمع عددين، جمع عدد أحدهم موجب والآخر سالب، الإشارة للأكبر موجبة. 42 نروح منها 35 7. هذه العملية بهذا الشكل. إذن أكثر من خطوة استخدمناها في هذا المكان. الخطوة اللي بعدها نقسم على معامل واي، راح يصير بهذا الشكل سالب 5 واي أكبر ويساوي موجب 7. معامل واي هو سالب 5. لاحظ فد ملاحظة بسيطة، الترتيب يتغير. لاحظ قسمة على عدد سالب، الترتيب يتغير. نقسم طرفي المتباينة، طرفي المتباينة على معامل واي والترتيب يتغير. لاحظ هنا إذا الطالب يطبق القواعد بشكل صحيح بالألفاظ بالرموز، بعد ما راح يصير عنده نسيان، الترتيب يتغير حتى تطلع بهذا الشكل. راح يصير عندنا اختصار بين البسط والمقام، اختصار هنا سالب تقسيم سالب، حصل إشارة موجبة. 5 مع 5 يبقى فقط واي، أصغر ويساوي موجب تقسيم سالب سالب، خط كسر، 7 مع 5 ماكو اختصار يبقى 7 على 5 بهذا الشكل. موجب واي أصغر ويساوي سالب 7 على 5. مجموعة الحل بعد ما
حصلنا قيمة متغير y حرف s يساوي لنا y، بحيث أرجع أقرأ السؤال، المن تنتمي إلى مجموعة q؟ y تنتمي إلى q، نعم العدد نسبي مكون من بسط ومقام، ونكتب المتباينة y أصغر ويساوي لنا سالب 7/5. لاحظ بهذا الشكل، هذه تمثل عندنا مجموعة الحل. مجموعة الحل، الكلمات اللي هي باللغة العربية كقواعد بس، فقط الطالب يتلفظ بها يحفظها كقواعد ويطبق عليها النتائج فقط. نرسم مجموعة الحل، السؤال هنا، ومثلها على خط الأعداد. نرسم مجموعة الحل ونوضحها بالشكل التالي. هذا مستقيم الأعداد أو خط الأعداد، اسم المتغير بالأسفل حرف y، لاحظ العدد هو 7/5 بإشارة سالبة، هذه دائرة، الدائرة بها مساواة تظلل، بهذا الترتيب. ما هي الأعداد اللي أصغر من هذا العدد؟ هذه الأعداد تقع على يسار العدد، أصغر من العدد، راح أشيرها بلون آخر. لحظة، العلاقة بالبداية كانت أكبر، بعد ما حلينا السؤال تحولت العملية العكسية بهذا الشكل. إذا هنا عدة خطوات في حل السؤال، هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، هذه الخطوة الثالثة، هذه تمثل عندنا الخطوة الرابعة، وهذه تمثل عندنا الخطوة الخامسة. إذا السؤال حل بعدة خطوات، لا يجوز الاختصار، حتى الطالب هناك ما راح يستفاد من قواعد صحيحة في الحل مثل الملازم، كل واحد يحل عملية بهذا الشكل، افتح القوس، انقل، بسط، اجمع، وكان العملية عملية بسيطة، الطالب ما راح يحصل الاستنتاجات الصحيحة في الدراسات المتقدمة في المراحل التالية، ما راح يحصل خطوات أو قواعد وألفاظ صحيحة من الكتاب، ثانية راح يتعلم فقط كتابة رموز ويجنب الكتاب باللغة العربية وما يتحسن حتى الخط بهذا الترتيب. هذا بالنسبة للمثال رقم 3، انتقل للمثال رقم 4، إضافة أيضا ملاحظة جديدة في هذا المثال. الحل للمثال رقم 4، الخطوة الأولى اللي تحدثنا في هذا المثال السابق وكانت فتح القوس، لاحظ هنا القوس مسبوق بعدد تحت الجذر، إذا في هالحالة نعرف الجذر أو نتخلص من الجذر أكثر من لفظ، المهم نحصل على ناتج صحيح. بما أن الجذر تكعيبي والعدد يحمل إشارة سالبة، فالإشارة السالبة تكون إلى خارج الجذر، هاي الملاحظة الأولى، رأي الإشارة تكون بالخارج سالب. نحلل العدد 8 بالمسودة حتى يكون أي عدد آخر معناه أكو تحليل، عدد 8/2 × 4/2 × 2 × 2 × 2 = 1، من كل 3 ناخذ 1، رأس ردنا سالب 2، قوس بهذا الشكل x + 6 أكبر من 8x + 4. إذن الخطوة الأولى التخلص من الأقواس، الفكرة الأولى هنا في هذا المثال التخلص من الأقواس، التخلص من الجذر، التخلص من الجذر عن طريق التحليل وخواص الجذر وخواص الجذور بهذا الترتيب. حتى مهما يكون عدد آخر صعب، طالب فقط يلجأ إلى التحليل، يعرف قواعد الجذور، يحصل على نتائج صحيحة. من خواص الجذور، الجذر التكعيبي للعدد السالب، الجذر التكعيبي للعدد السالب أي يساوي سالب الجذر التكعيبي للعدد أي، هذه الخاصية اللي طلعنا بها الإشارة.
إذن هناك أكو قواعد الطالب يقدر يستعين بها بالمسودة ويتمرن عليها بمرور الوقت. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نبدأ بها فتح الأقواس، نمس هذه الخطوات إضافة إلى ملاحظات ثانية. العدد اللي سالب 2 يضرب بالتغير x ثم يضرب في العدد 6. أحصل الجزء الثاني من السؤال بالشكل التالي: سالب 2 في x يصير سالب 2 x، السالب في الموجب سالب 2 في 6 12، 8 x زائدا 4. هذه الملاحظة اللي حصلناها اللي يثبت عندنا فتح الأقواس. بعدها إضافة النظير الجمعي للعدد، هنا عندنا أكثر من عدد، ملاحظة أكثر من عدد وفي جهة اليمين واليسار أيضا في نفس الوقت، كذلك المتغير X موجود في اليمين واليسار. أولا للتخلص مثلا من العدد موجب 4 حتى بقي 8 X في هذا الطرف، بعدها ننقل 2x للجهة الثانية إضافة نظير الجمع. إذن هنا عملية الإضافة راح تتم على مرحلتين بالشكل التالي: أول وحدة إضافة نظير جمعي، إضافة نظير جمعي للعدد اللي هو هذا العدد. لماذا اخترنا هذا العدد؟ الطالب يسأل مثلا ليش ما اختار هذا العدد مثلا؟ العمليتين صحيحات، بس من الأفضل حتى نبقي 8 اكس موجبة في هذا المكان، نبقي العدد الموجب الأكبر في جهة واحدة. راح يصير العملية بالشكل التالي: سالب 2 اكس ناقصا 12، لاحظ، زائدا سالب 4 أكبر من 8 x، 8 x زائدا 4 زائدا سالب 4 بهذا الترتيب. حذف صار عندنا من جهة اليمين هذه الألفاظ، لاحظ تبسيط في جهة اليسار، هذه كلمة التبسيط اللي أخذت هنا. الناتج اللي أحصل عليه هو سالب 2 x، حاصل جمع عددين سالبين، لاحظ سالب 16 سالب 12 وسالب 4 أكبر من 8 x. بهذا الشكل. بعدها إضافة نظير جمعي لهذا المتغير. الفائدة منها لكي نجعل الأعداد في طرف والمتغيرات في طرف بإضافة النظير الجمعي. الإضافة الأولى كانت إضافة نظير جمعي للعدد، هنا عندنا إضافة نظير جمعي للمتغير. راح تصير العملية بالشكل التالي: سالب 2 x لاحظ زائدا موجب 2 x سالب 16 بهذا الترتيب أكبر من 8 x النظير الجمعي زائدا موجب 2 x بهذا الشكل. نفس القواعد السابقة نطبقها على هذا الناتج. أيضا عملية الحذف: العدد ونظيره الجمعي، هنا المتغير ونظيره الجمعي، أحصل منها سالب 16 بهذا الشكل، حاصل جمع المعاملات العددية 8 زائد 2 10 x بهذا الترتيب. هذه الفكرة اللي حصلنا عليها. إذن هنا عملية الإضافة تمت على مرحلتين: مرة إضافة نظير جمعي للعدد، ومرة إضافة نظير جمعي للمتغير. إضافة نظير جمعي للمتغير. الملاحظة البسيطة اللي أشير إليها هنا: يستطيع الطالب أن يضيف نظير جمعي للعدد والمتغير في وقت واحد مع المحافظة على ترتيب السؤال والخطوات. جدا صحيح. الأفضل الخطوات التعليمية تتم على المراحل، بمرور الوقت بعد ما يضبط الطالب القواعد يمكن أن يختصر بالحل. بعدها نقسم على معامل X،
نقسم طرفي المتباين هنا. هنا الترتيب مثلا يتغير، إذا كان العدد موجب فإن الترتيب لا يتغير. رسل عندنا سالب 16 على 10، هنا عندنا 10 إكس على 10. الطالب هنا مرة تصير صعوبة مثلا في قراءة المتغير من جهة اليمين أو من جهة اليسار. اختصار بين البسط والمقام، لفظة الاختصار لاحظ موجودة، اي لفظة هنا في السؤال من الطبق على مثال آخر أشير إليها إشارات بسيطة. مثلا 10 مع 10 يقول متغير إكس لوحده. هنا اختصار عندنا سالب تقسيم موجب سالب، هنا يقبلون القسمة على 2، هاي بيها 8 وهاي بيها 5. قراءة السؤال مال التباين أقدر أقرأ بالشكل التالي: من جهة اليسار سالب 8 على 5 أكبر من إكس، سالب 8 على 5 أكبر من إكس. قراءة أخرى: الإكس أصغر من سالب 8 على 5. أي قراءة صحيح من جهة اليمين أو من جهة اليسار؟ بعد ما يضبط الطالب قواعد التباين يستطيع القراءة من أي جهتين بشكل صحيح. مجموعة الحل، نلاحظ هذا المثال هل ينتمي إلى مجموعة التعويض اللي أشير إليها السؤال؟ نعم ينتمي إلى كيو، جدا صحيح. فمجموعة الحل حرف S تساوي لنا اسم المتغير X، بحيث الإكس تنتمي إلى كيو اللي يتمثل عندنا الأعداد النسبية، ثم نكتب التباين سالب 8 على 5 أكبر من قيمة الإكس. هذه هي مجموعة الحل، مجموعة الحل. الناتج الأخير اللي يشير إلى السؤال هو تمثيلها على خط الأعداد. نرسم خط الأعداد ثم نضع عليه العدد في أي مكان الطالب يرسم السؤال. صحيح، اسم المتغير الحرف X، قيمة العدد تكتب بالأعلى سالب 8 على 5. لا توجد علاقة مساواة، إذن دائرة مفتوحة غير مظللة. ما هي الأعداد؟ الX أصغر من هذا العدد، الX أصغر من سالب 8 على 5. الأعداد لما تكون أصغر تكون على يسار العدد. هذه الأعداد اللي أصغر منه أشير لها بلون آخر. هذا مثل أدنى مجموعة الحل بإشارات بسيطة. لاحظ هنا القراءة شلون، هنا الكتابة أيضا، المحافظة على ترتيب السؤال لأن الترتيب لم يتغير عندما قسمنا على عدد موجب. قراءة العدد سالب 8 على 5 أكبر من الإكس أو إكس أصغر، بهذا الشكل تقرأ، أي أعداد أصغر من العدد تقع على يساره، الأعداد أكبر من العدد تقع على يمين العدد. هذا بالنسبة للجزء الآخر في موضوعنا لهذا اليوم اللي هو مثل عندنا حل المتباينات بعدة خطوات. لاحظ كل سؤال حلينا بما يقل إلى 5 إلى 7 خطوات وليست بخطوات 3 مختصرة، حتى الطالب يطلع على كل القواعد وبشكل صحيح، أيضا يتعلم الرسم، ثانيا كتابة الألفاظ الصحيحة في الرياضيات، يعرف شنو معنى نظير جمعي، كيفية التخلص من الجذور، متى يتم التخلص من الجذر، متى يعرف الجذر، كيف تتم عملية القسم هنا فتح الأقواس بالخاصية التوزيعية، عملية القسمة على عدد موجب على عدد سالب، كتابة مجموعة الحل، ثم تمثيل أو رسم مجموعة الحل. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.